بقوة من جميع أنحاء المملكة من طنجة إلى العيون. حاضرين واحد العدد اللي هو كبير باش يعبروا على السخط ديالهم، باش يبينوا على السخط ديالهم على الوضعية، بحيث اليوم 16 جويلي كيتناسب مع 7 شهور ديال الإضراب، 7 شهور فين الطلبة محرومين من الدراسة ديالهم، محرومين أنهم يدوزوا التدريب الاستشفائية ديالهم. علاش؟ لمطالب جد جد بسيطة اللي هي جودة التكوين اللي كنعتبروه خط أحمر، اللي حتى واحد ما عنده الحق يقيسه، وهادشي كامل باش إن شاء الله يتخرجوا لنا أطباء اللي يقدروا يداوي لنا الطالب المغربي. كونسيغنا زعما سكي سباس زعما لي ديغنيغ اكتواليتي اللي طراو، اونيفي كانت هنالك وساطة حكومية اللي رحبنا بها، زعما هضروا معنا فرق برلمانية، ولكن سي بيان نهضروا، ولكن خص يكون واحد الحلول اللي هي جادة، واحد الحلول اللي هي واقعية. حنا اكتوالمون كطلبة اللي دوزوا 7 شهور البويكوت، واللي زعما كانوا قابلين بأنهم يديروا شي زعما مختلف التضحيات بالنسبه للديفيرون بوين، اليوم ابخي 7 مود بويكوت كنقولوا لهم ان 7 سنين لا رجعه فيها، ما نقبلوش، ماشي حيت ما بغيناش، ولكن حيت اون با لو شوا. باش نشرحوا شنو طاري، عندكم واحد الناس اللي قراو اكثر من نصف قرن بواحد لا ريفورم اللي كانت فيها 4500 ساعه، كاين الناس اللي اليوم حنا اللي طبقات عليهم واحد لا ريفورم اللي نزل القرار ديالها في 2022 وغير تسالى هاد لا ريفورم في 2024، يعني اون ريفورم اللي دازت غير المده ديال 2 عام اللي غتطبق على 5 د الافواج اللي هما الناس ديال السنه الاولى الثانيه الثالثه والرابعه والخامسه. وابخي سا الناس اللي غيدخلوا ان شاء الله هذا العام لكليه الطب والصيدله غتطبق عليهم واحد لا ريفورم اللي هي جديده اللي فيها 5100 ساعه، يعني الحكومه براسها كتعترف ان لا ريفورم اللي حنا مطبق علينا لا ريفورم اللي اون فان دو كونت مدوزه غير 2 عام وتطبق على 5 ديال لي بروموسيون، كتعترف بان اون ريفورم اللي هي فاشله. وزعما هادشي يمكننا زعما حنا كناكدوا اليوم الطالب كيقول لكم انه الي انكابابل انه يداوي المواطن ابخي 6 ans ديال لي زيتود. Nous avons besoin de cette année-là. خصنا ديك السبعة حيت هي واحد السنة اللي كنكونوا مأطرين فيها، إيه فيها مشاكل، ولكن الحل أن ديك السبعة السنة السبعة تولي مؤطرة أكثر وأكثر، ويوليو لي بروف زعما كيأطرونا ويكون نأميليوغيوها، زعما بحال اللي كنقولوا إلا كان عندك واحد السبعة اللي مريض ماشي كنمشيو نقطعوه كنداويوه. وباش نجاوبوا على واحد النقطه اللي كيتم التداول ديالها بزاف، هي انهم الطلبه باغين السنه سبعه باش يهاجروا برا. حنا اللي كناكدوا عليه انه ما يمكنش اصلا هاد 25000 طالب كامل يمشي برا، واصلا الطالب يمكن له يمشي برا زعما كان كو سوا لو نوبغ داني، سواء 7 سنين سواء 6 سنين، ولكن المشكل الهجره ماشي هكا زعما كنحلوه، بالعكس خص زعما نلقاو حلول واقعيه للهجره. حنا اللي كيهمنا اكتوالمون هو السنه السبعه ديالنا باش نتخرجوا مزيان، وباش نداويو المواطن المغربي، حيت المواطن المغربي يستحق الافضل. وغير باش يعرف شنو زعما باش نعطيكم واحد النظره شامله شنو كيطرى في العالم، حنا كنشوفوا بان باغ اكزومبل الجاره ديالنا زادوا من 7 سنين الى 8 سنوات، فرنسا زادوا من 9 سنين الى 10 سنوات، يعني العالم كامل كيزيد في الطب، كيزيد في طب الاسره، كيزيد باش انه زعما يتخرج واحد الطبيب اللي كفو، لان المواطن يستحق نعاودها ويستحق الافضل. واخر حاجه نختم بها هو ان لا رجعه لنا بدون الممثلين ديالنا، بدون المكاتب ديالنا، بدون بي في موقع، وسورتو لا رجعه لنا بدون 7 سنين. وشكرا، تحيه نضاليه. نبشروا مسيره الغضب اللي كانت اختتام لواحد اسبوع الغضب اللي سطر على واحد المجموعه ديال النقاط النضاليه اللي كانت محليه في جميع ربوع المملكه، واختتمنا بهذه المسيرة هذه اللي كانت احتجاجا على واحد المجموعة ديال التراجعات اللي قدمتها لنا الحكومة، خاصة وأنه فاش كنا كنقولوا أنه كاين بوادر انفراج مور التدخل اللي كندير الحكومة في هذا الملف هذا، كنتفاجئوا في الأخير أنه في آخر اجتماع خرجنا بواحد الجواب بسيط اللي تيقول لك أنا ما غاديش نوقع معاك لا محضر اتفاق ولا والو، ها المقترحات عطيتها لك، بغيتي تقبلها مرحبا، ما بغيتيش تقبلها دبر راسك. بصراحه كانت هذه خيبه امل، خاصه وانه 7 شهور والطلبه ديال الطب والصيدله تي مخلي المدرجات ومخلي المصالح الاستشفائيه ديالهم باش يناشدوا باش يجودوا التكوين اللي كيستاهل هاد 25000 طالب اللي داير حاليا اضراب.
ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.